إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتوا هما الاتنين في نفس اليوم وهما صايمين، ونعاهم عدد كبير من الإعلاميين حزناً عليهم وعلى فرقهم. فقدت مصر النهاردة الإعلامي الكبير رئيس قناة النيل للأخبار وقطاع الأخبار والنايل تي في السابق الإعلامي سامح رجائي. وخلينا نقول إن الراحل سامح رجائي بداية مشواره الإعلامي إنه كان مذيع نشرة أخبار في الإذاعة، وبعدها اتنقل لقناة النيل للأخبار وعمل برامج كتير جداً، ومسك رئاسة قناة النيل للأخبار لمدة سنتين كاملين، ونعاه كتير من زمايله الإعلاميين واللي تربوا على إيديه، واللي كانت أبرزهم الإعلامية شهندة عبد الرحيم مذيعة بقناة إكسترا نيوز. نعت الراحل الكريم وقالت له: صدمتي كبيرة، كان أستاذ قمة في الاحترام والالتزام، اتعلمت منه في آخر أيامه كتير، اللهم ارحمه رحمة واسعة، أمين يا رب العالمين، واغفر له في هذا الشهر الفضيل. وعاوز أقول لكم، كشفت بعدها أمينة الموجي عن وفاة سامية عبد المطلب بنت الفنان الراحل محمد عبد المطلب مساء يوم الأربعاء، مطالبة الجمهور بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة. وكتبت أمنية الموجي الصديقة المقربة لسامية على حسابها الشخصي فيسبوك: توفيت أمس إلى رحمة الله تعالى الأخت والصديقة العزيزة ورفيقة الطفولة الأستاذة سامية محمد عبد المطلب ابنة الفنان والمطرب الكبير محمد عبد المطلب، رحمها الله وأسكنها فسيح جناته، والبقاء والدوام لله. وقال ماضي الدقن رئيس جمعية أبناء فناني مصر إن بنت الفنان محمد عبد المطلب توفيت بالأمس، وشيعت جنازتها لمثواها الأخير بمقابر الأسرة، واكتفت الأسرة بتلقي العزاء على المقابر. والفنان محمد عبد المطلب هو المطرب الشعبي الأول اللي خرج من تحت إيده كتير بعديه، وهو صاحب الأيقونة الرمضانية رمضان جانا، واشتهر في بداية حياته بالمطرب النونو، خصوصا لأنه كان قصير جداً وتميز بأداء اللون الشعبي وطربوشه ومنديله، وتحس كده بدفى الحارة المصرية والأحياء الشعبية وهو بيغني. ياريت كلنا ندعي لهم بالرحمة والمغفرة.